ليك مو كتير؟ نعم. بدي منك تقطع لي هالخضرة على شكل مدور وتنقعن منيح باللبن. رح حضر أكلة كتير طيبة. حاضر مدام. شو هاد اللي بإيدك؟ مرت عمي، ولا شي مهم. أنا كنت عم شوف كتابي القديم للطبخ، جاي على بالي أطبخ أكلة طيبة اليوم. إيه طيب، بدي أطلب منك خدمة. خلص دواء الضغط اللي أنا عم استخدمه، تقدري تروحي تجيبي لي إياه؟ هاي الوصفة. ماشي مرت عمي، رح أقول لموكتي روح يجيبه، بيكون عندك فورا. أخي موكتي، ما بدي هو يروح يجيبه، ما بدي يروح. المرة الماضية أعطيته نفس الوصفة، قام جايب لي غير دواء، بيضل عقله شارد. أنت ذكية يا بنتي، وبعرف إنك راح تروح تجيبي لي الدواء نفسه. تكرمي مرت عمي، بصير مثل ما بدي. رح يوصل سامرات بعد شوي، بعد ما أعمل له القهوة بروح أجيب لك هاي الوصفة. شو هالحكي السخيف هاد يا بنتي؟ مفكرة بس يجي سامرات رح يضل ناطر وما حدا رح يعمل له قهوة؟ نحن كلنا هون، بيقوم واحد منا وبيعمل له قهوة. جيبي الدواء يلا بسرعة. شو بدك؟ بدك أنا أجيب كل شي ناقص بهالبيت؟ ها؟ أنا طالع أتمشى، لأنه القعدة بهالبيت بين أربع حيطان بتضيق الخلق. لا ما برضى، ما بدنا نعذبك معنا بهالشغلات، ما في داعي. مو مشكلة، إذا أرمي ما حابه تروح تجيب لي الدواء بلا، ما بقدر أبعت حدا كبير بعمرك يجيب لي دوايي. بس أنا هيك صارت القصة، بسيطة لكان. اهدي شوي واسمعيني مرت عمي، أنا ما رفضت طلبك لتعصبي مني. انتي صح ما رفضتي لي طلبي، بس كنتي مخططة تروحي بعد ساعتين أو أكتر، وأنا كمان صار لازم أخذ الدواء. بصراحة حسيت قلبي صار يخفق بسرعة، لهيك خفت وقلت لحالي بيكون منيح يا بنتي إذا رحتي وجبتي لي الدواء وجيتي. انتي شو عم بيصير معك؟ ها؟ قليلي ليش قلبك عم يخفق؟ يعني في شي صاير معك؟ أو حاسة بدك دكتور يفحصك؟ ما بعرف شو أحكي يا عمي، خجلتني، صرت كبيرة ولازم يهتموا فيني. مستحيل صدق، حاش تطلع فيني بهالنظرة هاي. بصراحة أنا كل الحق علي، ما توقعت إنه أرمي يجي من قلبه ترفض لي طلب. انسوا القصة، مو فارقة معي إذا أخدت الدواء أو لا، ما حدا يشغل باله. مرت عمي لا تعصبي كرمال صحتك، أنا رح أخذ الوصفة وجيب لك الدواء. رح تروحي؟ إيه مرت عمي. هيك كتير منيح، لكن روحي ورجعي بسرعة. حاضر. لحظة، بلش يضيق نفسي وحاسة إني مو مرتاحة، يلا. يا بنتي انبسطت لما سمعت إنك طالعة من البيت، مثل كأنا لقيت كنز ومو مصدقة والأرض ما عادت تحملها. شو قصدك عمي؟ قصدي يا بنتي إنه عم بتخطط لشي ما بعرف شو هو. لا يا عمي، بعتقد إنها تعبانة، أنا لازم روح جبل الوصفة وأرجع بسرعة، ولا حتعصب مرة تانية. روحي. شوفي مدام، أنا بقدر حدد لكم موعد العرس بعد 4 شهور من هلا. 4 شهور كتير، بدنا أقرب. ما منقدر ننطر أهل العروس كل هالمدة، شو رأيك أنت بهالحكي؟ أنا لا، ما بقدر أحكي غير اللي قلتوه أنتو، قبلتوها لبنتي وعاملتوها مثل بنتكن. تقدروا تعملوا العرس بأي وقت بدكن، وفيكن تاخدوها على البيت إذا بدكن. بترجاك، ما بدنا الموعد بعد 4 شهور، بدنا أنه يتزوج بأقرب وقت. ما بظن أنه منقدر ننطر كل هالمدة. معناها ما في حل غير أنه يتم الزواج بكرة. بكرة؟ مستحيل هيك. ما في غير هالحل، رح نترك هاي التفاصيل لتقرروها. أنا وآشا منعتذر منكن، رح نختار كروت الدعوة. ماشي؟ تعالي معي. لو سمحت يلا. يا حكيم شوف لنا موعد تاني. شوف طيب. لنا موعد تاني. حاول، ما بصير، رح حاول، ما منلحق. ايه حكيم معك، ما بعرف شو بدي قلك، لنشوف. يعني عندنا ترتيبات لازم نحضرها. لحظة بس، شوفي كل هالبطاقات الموجودة بالصور واختاري واحدة منهم. يلا شوفيهم بسرعة واختاري اللي عجبتك لنوصي عليها. مم.
الظاهر إنه هالبنت رح تخرب كل شيء، ما كان لازم وافق تجي معي. شوفي هاي. ما في داعي لكل هالشي يا بنات، الوقت ما بيسمح نعمل بطاقات. سمعتوا الحكيم، العرس بكرة. بكرة؟ 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 مستحيل. طيب ما رح نلحق نحضر شي؟ ايه ما حق. ليش لحتى ما نلحق؟ الشغلة سهلة، نحنا ما بدنا نعمل عرس ضخم، رح نجهز الدار ونعمل عرس بسيط ونعزم العيلة. طيب مرت عمي، بس ما بظن رح نلحق نخبر العيلة، والمفروض إنه نخبر جوراف وكمان زوجي يكون موجود ويحضر العرس. لا تخافي، رح أحكي مع كل واحد فيهم. أنا بدي العرس يصير وأخلص من هالعجقة. عشا ألف مبروك. صح تذكرت، أخي بعت لك معي هدية رح تحبيها. استني مرت عمي. ولا يهمك، افتحية هالهدية، هاي لعبة كتير حلوة. لعبة؟ ايه لعبة؟ عن جد؟ اكيد عم يمزح. بنتك صار لازم تتزوج. احنا ما بدنا نعمل عرس ضخم، بنتي لساتها صغيرة. بس اسمعيني شوي. غريب، شو صار لها يا ترى؟ انت شو قلتي لها لحتى تغيرت ملامحها؟ انزعجت وراحت بهالطريقة؟ ما قلت لها شيء يزعجها يا ستي. الظاهر انه بنتي خجولة، بتمنى ما تأخذوها لأنها راحت، بظن انه خجلت منكم. أورمي يا عمي، خليك عندك، طالع ومعي أخبار مهمة رح تعجبك. أمي خبري أورمي تجيب لي القهوة لفوق. تكرم. عمي. ها؟ أهلين، شو الأخبار؟ شو هالمفاجأة هاي؟ خبرني شو في؟ خلينا نحكي بالغرفة على رواق، تعال. يلا. مفاجأة، نحن وصلنا، اجينا مشان نحط لها الحنة على ايديا لآشا. هذا من لطفكم، تعالوا. ليش طلبتي منا انه نجي لعندك؟ كثير كبرانة وحليانة. بنتي آشا طلعت محظوظة، صارت كنت عيلة غنية كتير. الحكيم قال العرس بكرة لأنه الموعد مناسب كتير، لهيك رح تتزوج بكرة. وأخيرا سمعنا أخبار بتخلي القلب يفرح. نحن رفقاتك، لازم تعطينا هديتين. إيه؟ وكمان هدية كبيرة بستعملوا العرس. ليش لا؟ أكيد رح أعطيكم هدية، بس لا تصيبوا بنتي الحلوة آشا بالعين، مشان هدية رح تاخدوها بالأخير. هالحكي مزبوط، لهيك إذا بدك عطينا الهدية بالأول. لا تخافي رح أعطيكم، بس لا تنزعوا لي فرحتي اليوم.